وفي سياق آخر، أقيم في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة بعمان قداس إلهي بمناسبة وداع عيد رفع الصليب المقدس، حيث جرى في ختام القداس الذي حضره عدد من الأباء الكهنة والشمامسة خدمة تقديس الماء ومباركة المؤمنين به. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مباركة المملكة الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة أحد بعد رفع الصليب بمشاركة الأيكونومس إبراهيم قاقيش والأيكونومس جيراسيموس طاشمان والأيكونومس ديودوروس حداد وعدد من الشمامسة، وذلك في كنيسة الصعود الإلهي بخلدة بحضور عدد محدود من المؤمنين الطواقين لحضور القداس بعد فترة تعليق إقامة الصلوات الجماعية بالكنائس. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. سوسن كيرية لانسو كيف لايسون تين كليرونوميان سو نيكاستيس فاسيلفسي كتافارفارون دورومينوس كتوسون فيلاتون ديا تو سταυρόσου πολιτεύμα. وفي عظة القداس استهل سيادته بداية حديثه بالإشارة للصليب المكرم الذي نحتفل هذه الأيام بعيد رفعه، مشيرا إلى أن الصليب ليس للفرجة والبهرجة بل لنحمله ونتبع الرب يسوع الذي قال: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ما أجمل الكنيسة اللي بهاي الفترة بتبرز أمامنا الصليب، صليب إلهنا المصلوب والقائم من بين الأموات، حتى كل واحد فينا يستمد قوة وتعزية، يستمد إيمان ورجاء، يستمد سلام وفرح. قديش نحن محتاجين لقوة الصليب الفاعلة في حياتنا في هاي الأيام اللي العالم كله بيمر بهاي الأزمات اللي عمالنا منشوفها. قديش نحن محتاجين لهيد الإيمان اللي نحن مدعوين إنه نتزين فيه، نزيد قلوبنا فيه، إيمان الصليب، إيمان إلهنا المتجسد، إيمان القيامة والرجاء، إيمان السلام والفرح. قديش مهم أبنائي في هاي الأيام الصعبة اللي فيها الإنسان قلق وخايف، خايف من كل شيء حواليه وخايف كمان من المستقبل. قديش مهم إنه قلب الإنسان المؤمن يتقوى بالإيمان، يتشدد بالتعزية، يرجو بالرجاء، حتى يقدر إنه نكون بسلام وبدون خوف. وفي ختام عظته أشار سيادته إلى أن الإيمان يطرد الخوف ويطرحه خارجا، فعلينا أن نتشدد ونتشجع ونتقوى بقوة الصليب الكريم وبشفاعة والدة الإله الفائقة القداسة وجميع القديسين الذين يسهرون على حمايتنا، راجين من الله بشفاعتهم أن يحفظ الأردن شعبا وحكومة وقيادة من كل شر وسوء. أبنائي،
ربنا يكون مع كل واحد فينا حتى نقدر في هاي الأيام نأخذ رسائل السماء صح، وبالتالي نغير نمط فكرنا وحياتنا، ونقدر إنه نتعلم أكثر نصبر، نتعلم أكثر نتواضع ونحب، ونقدر أكثر نكون قريبين من الكنيسة بدون خوف. صارت الناس تخاف إنها تقدر تعيش السلام في داخل الأسرة وفي داخل العائلة وفي داخل المدرسة وفي داخل المجتمع. لا أبنائي، هاي هي علاقتنا مع نفسنا ومع الله ومع القريب، وما في إشي بمسها. عشان هيك نتمسك فيها صح، والله معنا. عما نقيل، الله معنا. ربنا أبنائي يحميكم. نعمة وبركة الصليب هي تكون مع كل العالم، مع كل بيت من بيوتنا في كل أرجاء العالم، مع كل ابن من أبناء الوطن وأبناء الكنيسة. نعمة وبركة الصليب. وعشان هيك أرسموا صليبكم صح دائما، ما ترسموا صليبكم خلطأ. نحن بأمس الحاجة في هاي الأيام صليبنا صح نرسمه. أرسموا صح وما تخافوا، ربنا معنا. نعمة الصليب وبركته تكون معنا. أمين. وفي نهاية القداس أقام سيادته خدمة تقديس الماء ومباركة المؤمنين به، وأضاف قائلا: خير حماية في هذه الأيام الصعبة الماء المقدس، خذوه واتخذوه حرزا وحماية لكم من كل شر ومرض جسدي وروحي ونفسي. وأتمنى للجميع دوام الصحة والبركة. إله المعجزات التي قبل الدهور، الذي يقصر الإدراك عن فهم كهنه ويعجز الكلام عن وصفه، انظر إلينا نحن عبيدك الأذلاء الغير المستحقين، وامنح أذهاننا روح الحكمة والفهم لتكون طلبتنا مسموعة لديك، فتتقبلها بوفور صلاحك وتجود علينا بالرحمة كنعمة منك، لأن منك ومن مواهبك المحية وجود الإرادة والحركة في البشر. أنت إذن أيها السيد المحب البشر، احضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. آمين.